مرحبا يا الربع، حبايب القلب، تحياتي لكم. شلونكم؟ اخباركم؟ ابو يوسف حبيبة القلب، عيد ميلادي. ايه غنينة يوسف، اهم شيء غنينة يوسف اليوم. وين احنا ام يوسف؟ احنا وين حبيب قلبي؟ اليوم سوبر ماركت كله مليان اغراض، ما شاء الله ما شاء الله. جاي اخذ شمع. ايه وجاي اخذ فرقيعات. ايش بديت ترى؟ كم شمعة بدي احط؟ اليوم عيد ميلاد ام يوسف يا الربع، انتظرونا اليوم احلى حفلة. عيد ميلاد ام يوسف. واشتريتي شمع يا ام يوسف؟ اشتريت الشمع. ايه بس كم شمعة بدي احط على الكيك؟ كم شمعة؟ استنى ام يوسف، كم شمعة رح تحط لنا على الكيكة؟ مثل ما يقول ابو يوسف، كل الناس شو تكبر. ايه وام يوسف تصغر. وانا اصغر. انتظروا مني كم شمعة. تفرجوا يا الربع، قربي ام يوسف. يلا تفرجوا. اليوم ام يوسف ما شاء الله عليها، وهي عندنا نحن ام يوسف شالت السله يا الربع. أيه. بدها تشيل لنا نص المحل. ام يوسف رحمينا. لا. رحمينا، طول بالك. يلا اطلعي برا المحل، اطلعي. ما شاء الله يا الربع، محل رائع بجنن. احنا ما بدنا نطلع حدا يا الربع. ابو يوسف اه يعني خايف اليوم عيد ميلادي. عيد ميلاد ام يوسف، لازم ام يوسف تاخذ المحل. حبيب قلبي برا، اطلعي اطلعي. لا ما بدي. ما عبيت لسه ما اخذت. انت شو مهاير لي هدية؟ ما خصص الهدية هاي بالليل. خلص شو هدية بالليل؟ معيد الميلاد بالليل عجب بنهار. معناته خلص مأمنة. يلا يا الربع كملوا معانا مشوارنا حبايب القلب. وين يا الربع؟ حبايب القلب. هين شنو؟ الكيكة. لا تشوفها ابو يوسف. ما راح اشوفكم اياها؟ لا يا ام يوسف، لا لا يا ام يوسف. ممكن نشوفها من بعيد. برجينا من بعيد. يا الربع بتجنن بتجنن يا ام يوسف. الله يسعدكم. برا جمهين ايش بي عنده حلويات؟ ابو يوسف كان طالع مع بس مفاجر. ابو يوسف هون عم يجهزوا لك كيك يا الربع. ها شايفين كيكة ام يوسف وصورة ام يوسف وانت قلب ام يوسف. خاف على الكيكة. الله يسعدهم، احلى شباب والله، دخيل عيونهم. هل كنت بدي اخذ عين؟ لا والله هذا ايش له؟ لا والله كيف دخيل عيون ام يوسف. اي الاحلى يا الربع؟ القمر؟ طبعا. ولا النسخه عن القمر؟ طبعا اني. لحقهم؟ تفرجهم؟ اكيد. وجبت كهرباء ابو يوسف، جبت هيك شمع، هيك يا جماعه. شمع ايش قد كثير؟ هالقد. وين الشمعات؟ بس فرجينا اللولوك الجديد يا حبيب قلبي ام يوسف، تفرجوا يا الربع. هذا اختيار ابو يوسف، يا هديه ابو يوسف جميله. دعكم يا الربع. لولوك جديد اكيد. دخيل ام يوسف القلب. قمر 14 طالع بالنهار. يا سلام. بس احنا ليل يا الربع. وزوزو دخيل عيونك يا زو. شو تقول لي؟ شو تقول الماما؟ يا خيي ابنها ابنها يا حبيباتي. دلي غادي كلكم عادتم بخير، كل عام وانتم بخير. عرفتوا متجوز هذول مين؟ شلونكم اصدقائي؟ ايش الاخبار؟ زين؟ وسوسن غدا احمد. زين زين زين. اسمع اسمع حاله والله مع حاله. اشوفك سوسن طولانه. سوسن يسوي لي سوسن طولانه عنا الزين، الزين كل محل يصير. المهم حبايب القلب. ابلش اصب عصير انا جوانا. حبايب قلبي احنا هاي تجهيز عيد ميلاد الغالية ام يوسف، والحز تشوفون شلون راح نجهز حبايب القلب. تكرم عينك، انا جبت لك بنزين الشمع. وين بدك؟ جابت هيك شمع وينها؟ ايه اسمع شنو هذا البنزين؟ شو؟ تحكم يا جماعه، احلى شمعة. شمعة واحدة؟ شمعة ربنا واحدة؟ حاج بزيادة، انت مو قادر تقول لي الناس كلها نسوان تكبر. ايه كل الناس تكبر، ومن يوسف صغار. ايه انا
حبيت اختار شمعه. شمعه واحده؟ حبيت قلبنا ام يوسف؟ ايه تفضلي. شمعه واحده. شمعه واحده؟ عمري سنه. عمري سنه؟ ايه ضلت تقول لي شنو؟ اسمع اسمع. ايه الشمع ما له علاقه. أيوة. والعمر ما له علاقه، اهم شيء انت يا بني ادم مش عرفان شلون تعيش حياتك. حبيب قلبي يلا. حبيب قلبي يا ام يوسف. انا عيني على الشمعه مشان شنو؟ شنو؟ مشان اطفيها. طفيها. ايه يلا حبيب قلبي. أبي جاب أم يوسف يلا شكلك ما الإنارة يا الربع يلا إيه شنو نبى إيش بدنا نسوي ما تين نبى يا شباب يلا عايزه عايز من ما عايزه يلا وأنت أنا بدي بوسة أنا بدي بوسة من الوجه ما بدي بوستي بدي ولا نو واحدة نو أزين حبيبي هذا نو هذا نو قلبي زوزو يا عمري يا عمري انا شو الدنيا كلها ما انسى زوزو وخيال شكيت حبة ماما بابا شكيت يعني انا اكثر ولا هي؟ هي اكثر ولا هو؟ اثنين؟ هي ولا هو؟ حبيت قلبي ام يوسف العمر كله وجكاره بالمضبوطات شمعه واحده شمعه واحده انت توقعت انت يا الطناريات انه ام يوسف راح تعبي الكيك الشمع العمر واحد والرب واحد بس اعرفن شلون تعيشين حياتك او تعيش حياتك يا مضغوط وام يوسف وحده وام يوسف وقفه وام يوسف وحده وام يوسف والنمبر 1 يا والله ام يوسف وقفه وقفه دعك دعك حلوة يوتبريات العالم كلياتهم جنبي ام يوسف اكيد ام يوسف وبس بس بس ضحك شو بالله بس اللوك الجديد اللي اخترته اني خلغالي ام يوسف بعقل والله بعقل هذا خليت ابو يوسف اي والله حلوه جد والله حلوه مبروك جد والله برمي 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 ساعتين وانا وياها من محل لمحل لمحل شوف يا شوف شو محلاتها سلسله جديده المهم اسالونا بشنو؟ ايه بالكيك ايوه زين بدي شلون تقصينها ولا شو تسويها؟ هاي صورتي يا عمري ما عنده صورتي ما عنده صورتي صورتي ما تنقص شو بدك تقول صورتي؟ ما تنقص ما اعرف صحيح انا شو انقص؟ يا جماعه هاي هاي بس تشينا فري نو نو يلا بدي اشيل شنو علي؟ صورتي شوفوا معي شو بدك تشيل صورتي شايف؟ ما بعرف هذا تخزينها ام يوسف لا لا ابو يوسف يا الكيك هاي حاطين فوقها اكيد لحظه يا احمد لحظه لحظه يا ماما لحظه ها شاب ال هاي ابو يوسف ايوه شوية الربع ايوه ده هي تقدر يحطون لك الصورة من الحلو بس قلنا لهم نحن بدنا صورة ايوه مشان احتفظ اجمل تحية اللي صنع جادته اي والله كفو منه دخيل والله على سلامته شاب طيوب ابن بلدنا يعني ما شاء الله ما شاء الله عنده يروح ضحى 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 شفتوا معنا صورتي ما احلاها شوفوا ما احلاها محلاتها محلات لا بدي احطها هنا بيوسف وين هن؟ خلي لي اياها بالصحن هذا ما تعرفي تحطي بالصحن؟ ايوه ناكل صورتك احمد احمد حطي لي اياها على الطاوله هناك بدون الطاوله هناك عدو قبل ما ايوه لا ما بحال وين بحال محلات من الامر الغرفه لحظه ثواني هذا يوسف متى هي زحمه زين وين رحت؟ بحكم عندك الطاوله يلا حبيبتي يلا بسم الله كفو ام يوسف عيني عيني شوف يوسف هاي مين؟ مين؟ هاي زو هاي زوزو؟ احنا نسميه زو ندلعه ايه هاي يوسف يا سلام هاي كفي كرشك ولا لا؟ بلا دولو كفي؟ وين معلقة معلقة كفي؟ هات معلقة بابا هي معلقة خاشوقة عشان ما تدخل إذا كنا خاشوقة تقولوا شو معنات خاشوقة؟ أيوة وكنا معلقة شو معلقة؟ هي هاي خاشوقة معلقة بطاطا لا لا بطاطا لا لا بطاطا هاي يوسف لا 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 ساكت ساكت خذ هيك ساكت ماما زي ما بتقولي ماما خذي يا عمري بتعطي العدس بس النص نص
يلا ما شاء الله ما شاء الله كبيره. هاي لك على يوسف يا ها. حلو يوسف. ماما ماما كلمي يا ماما. ماما ها. صار شفايفه حمر ليوسف. يا مامي. فريز هذا فريز يا ماما فريز. فريز يا ماما. فريز. شباب بنات اعمال تفضل. حبايب قلبي تحياتي لكم. نعتذر اللي حامل اللي مشتهية. نعتذر نعتذر. حبايب قلبنا لا تنسون الاشتراك، تفعيل الجرس. تقول لك وش جديد من عائلة أم يوسف. حبايب القلب. صفحتنا. حبايب القلب تحياتي لكم من أم يوسف وأبو يوسف. كل الشكر للناس الطيبة المحترمة. الله يعزكم ويخليكم. حبايب القلب مثل ما قالت لكم أم يوسف لا تنسون الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل شيء جديد من غاليتكم أم يوسف وعقبين 100 سنة وتاج راسنا أم يوسف وحبيبة قلبنا وحبيبة قلبكم هنا. الله يسعدكم يا رب. ممنونة ممنونة كل مين يحضر هالفيديو واكيد اكيد بدنا تعليقات حلوات منكم يا طيبين منكم الطيبين تخير روحكم ولا حدا ينسى ما تشتركون بس اوصيكم لا تشتركون. حبايب القلب صرنا 200 عم نتعب عم نتعب منيح انا ويوسف صار لي سنتين وما وصلت ال 100,000 يا زلمه شنو تعليقكم مباشره جاي نتعب ترى انا يعني والله تعب. هاي شوف عينك انتم هنا 8 دقائق هذا النهار انا بدي نسوي اي والله والله شايفين هاي 8 دقائق كل نهار قاعدة أبرم لأوصل الثمان دقائق. أتمنى أتمنى الكل يتابعني أكيد ويحط اشتراك. أتمنى بس يفعل الجرس بس يفعل الجرس. حبايب القلب على اليوتيوب الله يسلمك كل الاشتراك كل الحب لكم.